أفاد مراسل حلب اليوم باستشهاد وجرح العشرات من المدنيين في قصف شنته الطائرات الروسية على مناطق مختلفة في مدينة إدلب. وقال مراسلنا إن القصف أسفر عن دمار أجزاء من المستشفى الوطني ما تسبب بخروجه عن الخدمة. كما أضاف مراسلنا بأن شخصين على الأقل استشهدوا وأصيب آخرون في قصف جوي استهدف مدينة كفر تخاريم بريف إدلب. ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من إدلب مراسلنا محمد الدغيم. يعني محمد، ما التفاصيل لديك حول مجزرة مدينة إدلب؟ نعم، ليلة أمس تم استهداف مدينة إدلب بتمارين غارات جوية استهدفت مناطق مأهولة بالسكان، حيث سقطت إحدى الغارات بالقرب من المشفى الوطني ما أدى إلى خروجه عن الخدمة، و غارة جوية أخرى سقطت بالقرب من حديقة الجلاء. هذه المناطق في مدينة إدلب مناطق مكتظة بالسكان، نتج عن هذه الغارات استشهاد ما يقرب 30 شخص وأكثر من 50 جريح، وما زالت فرق الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تقوم بانتشال الناس تحت الأنقاض. توزع الجرحى والشهداء على عدة مشافي في المدينة وخارج المدينة، وشهدت يعني المشافي انخفاض كبير بعدد الجرحى والشهداء نتيجة هذه الغارات الجوية. اليوم نبقى في ليلة أمس أيضا تم استهداف مناطق متفرقة في محافظة إدلب، حيث تم استهداف منطقة بالقرب من مدينة معرة النعمان بابلة وبيمين بغارات جوية روسية. اليوم منذ الصباح وحتى هذه اللحظة لم يبدأ الطيران الروسي، وما زال حتى الآن في الأجواء، حيث سجل عدة ضربات، حيث تم استهداف مدينة كفرنبل بغارتين جويتين ما أدى إلى يعني إصابة 3 أشخاص وأضرار كبيرة في منازل المدنيين. أيضا مدينة تخاريم في ريف إدلب تم استهدافها أيضا بغارة جوية اليوم، نتج عنها شهيدين وعدد من الجرحى بعضها خطيرة. أيضا مدينة تفضل محمد. ايضا مدينه سراقب تم استهدافها بالصواريخ العنقوديه، ايضا هناك اضرار ماديه بمحطه المياه. بلده خان السبل بريف ادلب بالقرب من مدينه معره النعمان شمالي مدينه معره النعمان ايضا استهدفت بغارتين جويتين، نتج عن هذه الغارات اضرار ماديه فقط والحمد لله. ايضا محمد، طيب نعم، هل تريد ان تضيف شيء محمد؟ تم استهداف بكابل الثوار على طريق حلب دمشق بالقرب من مدينة سراقب. حتى الآن يعني ليس هناك معلومات مؤكدة عن عدد الإصابات أو الشهداء نتيجة استهداف بكابل الثوار على هذا الطريق بعبوة ناسفة. نعم، طيب محمد، كيف تبدو الأوضاع الطبية في مدينة إدلب عقب خروج المستشفى الوطني عن الخدمة؟ في الحقيقة كما ذكرت منذ قليل أن المشافي باقي المشافي في مدينة إدلب اكتظت بأعداد الجرحى نتيجة يعني المشفى الوطني يعد أكبر المشافي في محافظة إدلب وكان يقدم عدد كبير من المواطنين، الآن هو خارج الخدمة ما أدى يعني إلى ضغط كبير في باقي المشافي الأخرى. نعم، شكرا لك محمد الدغيم مراسلنا من إدلب.